مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من بلاد طيبه. زي ما انتم شايفين احنا خرجنا بره الاستوديو وعاملين حلقه مميزه جدا من مدينه السياحه الاولى في مصر شرم الشيخ. والحقيقه انه الخبراء على مستوى العالم المتخصصين في السياحه كانوا دايما يتكلموا انه في حاجه اسمها مدينه سياحيه وفي حاجه اسمها لا، الموضوع مش بس مقومات سياحيه، شواطئ ولاندسكيب تحت الميه ودايفنج سنوركلينج سفاري وغيره او اثار. الموضوع ليه علاقه بانه لما نقول مدينه سياحيه معناها انه السائح يقدر يمشي في الشوارع زيه زي المواطن. يمكن شرم الشيخ هي المدينه، مش عايزه اقول الوحيده، بس هي اول مدينه كان بيحصل فيها ده وما زال بيحصل فيها ده. سائح زيه زي المواطن بيقدر يتعامل عادي جدا جدا في كل المؤسسات الموجوده في شرم الشيخ، بيعرف يتفسح زيه زي المواطن المصري، ومدينه متكامله من كل حاجه. النهارده هنتكلم عن تفاصيل شرم الشيخ وصلت لفين، وبالذات بعد ازمه الشرق الاوسط. الناس هنا واهل شرم الشيخ سواء رجال اعمال سواء الدوله عامله ايه، كل دي تفاصيل هنعرفها من اهل العلم واهل الخبره. ودايما يقول عليه الرجل المناسب في المكان المناسب، هو فعلا بيطلق عليه كده. واحنا من زمان قوي، واحنا طبعا هو صديق لبلاد طيبه وصديق لينا جدا، وفي نفس الوقت دايما تسمع عن شغله وعن مجهوداته. يعني معانا مستر رامي رزق الله وهو رئيس لجنه تسويق سياحي في شرم الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بيكم، برحب ببرنامج بلاد طيبه القناه الفضائيه، وأتشرف بيكم في مدينة السلام، مدينة الجمال، مدينة السياحة الأولى زي ما حضرتك قلت بالضبط، شرم الشيخ. رجع لكم مرة تانية، معانا مستر رامي رزق الله وهو رئيس لجنة. أهلا بيكي ونورت وشرفته. حكاية شرم الشيخ، إزاي شرم الشيخ قدرت توصل إنها تنافس مدن العالم مش بس في المقومات اللي ربنا ادها لها، لا كمان في خدمات مقدمة سياحية نمرة واحد. بنتكلم بقى على انها صديقه للبيئه، بنتكلم على انها مقدمه مؤتمرات سياحه مؤتمرات، مقدمه سياحه طبيه وصحيه وعلاجيه، مقدمه منتج جيد جدا جدا من حيث الخدمات السياحيه وكله. فاحكي لنا كده ايه حكايه شرم الشيخ؟ خلينا اقول شرم الشيخ قبل كوب 27 وشرم الشيخ بعد كوب 27. شرم الشيخ يعني من أجمل المدن السياحية من ساعة ما اتحطت على الخريطة السياحية لجمهورية مصر العربية، من أوائل التسعينات وابتدت السياحة، والبكاية بتاع السياحة ابتدت فيها أوائل الألفينية. وكان شرم الشيخ السوق الماجوريتي بتاعتها كانت طالينة، وكان الإنجليز وكان الألمان. من جمال شرم الشيخ كسياحة شاطئية، سياحة الغوص، والسائح فعلا كان هنا بيحس بالأمان، وقد إيه الاستقرار، وقد إيه إن هو بيتمشى الساعة 2 3 بالليل في المنتجع، أنا بسميه منتجع عالمي مفتوح. فدي كانت من أهم الحاجات الجذب السياحي. والحمد لله المنشآت السياحية اللي اتعملت في شرم الشيخ، الفنادق اللي على أعلى مستوى من الجودة والسيرفيس في الفترة اللي هي من بداية من سنة 2000 أثبتت للعالم كله وحطت شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية. طبعا عضد هذا المكان وإدى دفعة كبيرة جدا 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 لما فخامة الرئيس أعلن عن كوب 27 في مدينة شرم الشيخ. الإعلام
كله والعالم كله والميديا اتسلطت على شرم الشيخ. اللي حصل في شرم الشيخ نقلة يعني you cannot believe it. نقلة حاجة مش ممكن. احنا نفسنا اللي حصل في الفترة الزمنية من ساعة ما قرروا الكوب 27 لحد ما اتعمل الكوب 27 اللي حصل ده يعتبر إعجاز. انفراستراكشن حصلت، حضرتك يمكن تجولت في المدينة وشفتي لاندسكيب، شوارع، ابتدينا نخش في الجرين زون، ابتدينا أنصار العالم كلها تتجه لشرم الشيخ لأنها تبي جرين، ومعظم في فنادق كتير ابتدت تتبع البرنامج ان احنا تو جو انتو تو بي جرين، لان ده الفيوتشر بتاع السياحه العالميه. الناس دلوقتي بتفكر انها تروح الاماكن اللي ما فيهاش اي نوع من انواع البوليوشن، ما فيهاش اي نوع من انواع اللي هي تعمل ديستربنج للجست وهو بيقضي اجازته السياحيه. يعني اتقال كده ان شرم الشيخ هي طول عمرها شرم الشيخ يمكن هي المدينه الاولى اللي دايما السياحه فيها كانت كويسه جدا جدا، بغض النظر بقى عن كورونا والحاجات اللي حصلت على مستوى العالم. لكن يتقال ان كوب 27 عمل ربط مدينه شرم الشيخ، اولا فصلها عن بقيه مصر وكانها ديستنيشن لوحدها، والحاجه الثانيه انه زي مثلا كوب باريس زي برلين، المدن اللي ارتبطت واسمها عالي جدا جدا اتحطت في نفس المرتبه بتاعت باريس وبرلين وبعض المدن اللي اتعمل فيها الكوب. هل ده حسيتوا بيه؟ وهل بعد كوب 27 نوع السائح اختلف اللي بيجي؟ طبعا في الكوب 27 الجست اللي كان موجود كان جست فيري هاي كلاس. طبعا انت بتكلمي على العالم كله، ديليجيشن من جميع انحاء العالم كله، فكانت دي نوع سياحه اللي هي فعلا اليت، وده من ضمن السيجمنتس السياحه اللي احنا دلوقتي بنركز عليها هي سياحه المؤتمرات. سياحه المؤتمرات بتعمل لك جذب لسايح يمكن ما كانش بيفكر يجي شرم الشيخ، بس هو جه عشان المؤتمر، ولما جه عشان المؤتمر بالظبط اسمها بقى بيرن. واللي يخليكي طبعا اللي خلانا متاكدين ان الكوب 27 عمل طفره كبيره المؤتمرات اللي حصلت بعد كده. يعني حاليا انا عندي ثلاث مؤتمرات، اوكي، عندي مؤتمر من تركيا، كان عندي قبل كده مؤتمر من افريكا. المؤتمرات دي ما كانتش بتيجي قبل كده، فابتدت الدول دي تتشجع انها تيجي تعمل مؤتمرات عندنا. طبعا احنا عندنا امكانيات وعندنا قاعات مؤتمرات وعندنا كل مقومات نجاح. هل ده السبب اللي بيخلي كمان الدوله كل اغلب مؤتمراتها بتتعمل في شرم الشيخ؟ عشان تعرف المدن الثانيه بتغير شويه، يعني يقول لك احنا برضو وزعوا شويه المؤتمرات واهميتها تتوزع على بقيه مدن مصر، لكن دايما شرم الشيخ الرصيد الاسد. طبعا هي رصيد الاسد، لان اللوجيستكس بتاعت المؤتمرات ايزي جدا، سهله جدا، اوكي. حضرتك عارفه ان شرم الشيخ جيتد سكيور 100%، متامنه تماما. انت لما بتشوفي المؤتمرات، يمكن انتوا جيتوا سجلتوا هنا في الكوب، شفتوا قد ايه الرؤيه، كان في رؤساء دوله بتيجي تتمشى في الممشى هنا وبيجوا يتمشوا وبيقعدوا في المطاعم، ففعلا فعلا حسوا بالامان فعلا لما اتقالت اتس ذا سيتي اوف بيس اند بيوتي. فدي فعلا نقطة مهمة جدا 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 للجذب السياحي، دي احنا حسينا بيها، رغم ان دلوقتي احنا بنمر بظروف صعبة، وظروف صعبة جدا بالنسبة خارج ارادتنا، بس رغم ذلك شرم الشيخ انوارها لم تنطفئ. شرم الشيخ الحمد لله نسب الاشغال فيها دلوقتي، نسب الاشغال فيها الحمد لله بتوصل ل 60 و70% في الوقت الحالي، اللي هو دايما معروف ان فبراير نسب الاشغال اقل شويه، بس ده ليه؟ يعني من الشرق الاوسط او المشاكل في الشرق الاوسط، لانه في دول يعني حذرت رعاياها انه ما تروحوش المناطق المحيطه بغزه وغيره، ودي للاسف الشديد حصل يمكن لعبه سياسيه الله اعلم، يمكن فعلا تخوفات. لكن بس رغم كده الامور ماشيه كويس. احنا عندنا سياحه من انجلترا، عندنا سياحه من ايطاليا، عندنا سياحه من روسيا، عندنا سياحه من اوكرانيا، عندنا من صربيا، عندنا من الجلف، عندنا من لبنان، اوكي، وعندنا فسياحه متنوعه. انا عارفه ان في دروب فظيع حصل بعد الروس والاوكران، احنا دخلنا روسيا الاوكراني بشكل كبير. انا فاكره ان انا جيت من 3 سنين حضرنا راس السنه هنا، كان كل المكان من يوكرين، وكانوا
سدوا فجوه بنسبه كبيره، رغم ان حضرتك دايما تقول ان معدلات الدخل بتاعتهم او معدلات الصرف بتاعتهم مش كتيره. سديت الفجوه دي ازاي سواء روس او اوكران؟ عملتوا ايه؟ لان انا الفجوه دي اتسدت باحترافيه شديده. هي الاحترافيه اللي اتسدت فيها الفجوه دي جت عن طريق ازاي؟ طبعا احنا لما حصل، هي كلها بوليتكس، في بوليتكس جيم العمل على مصر. فلما الاوكران هم ليس سبندنج، اقل سبندنج، بس دايما السائح لما بيحب الديستنيشن وبيبقى فيه ديماند، انت الاول بتنزلي اسعارك شويه، لكن بعد كده الديماند بيعلى فاسعارك بتعلى، فمستوى السبندنج بيعلى. فده اللي احنا عملناه، الجيست جه حب شرم الشيخ جدا، فبالتالي بقى فيه ديماند، فبالتالي ابتدت الاسعار انها تترفع، فبالتالي خدنا طبقه اليت كويس في كل المستويات. الميزه في شرم الشيخ ان فيها كل المستويات، فيها الكاتيجوريز، يعني فيها الفنادق اللي هي بتبيع فيري هاي ريت، فيها الفنادق اللي بتبيع افريج ريت، فيها الفنادق اللي بتبيع ثلاث نجوم، ففيها كل المستويات. دي ساعدت السياحه. ثانيا الديستنيشن قريبه، اوكي، وهم ما كانش عندهم اني وير، ما فيش مكان تاني يروحوا فيه. الناس بتاخد طيارات كذا طياره عشان تيجي لنا، يعني تعمل بقى يعني كذا ستوب عشان تيجي شرم الشيخ. يعني الجزء بتاع اوكرانيا ده كله ابتدى يجي من بولندا، من رومانيا، من صربيا، من روسيا الكلام هو الديستنيشن بتاع الفلايت زاد شويه، اوكي، لكن ده برضو ما اثرش ليه؟ عشان الديستنيشن، عشان احنا عملنا لهم بروموشن وقدرنا ان احنا نقف معاهم في المحنه بتاعتهم وساعدناهم في البرايس، اوكي، عملنا جود برايس، فجذبت، عملت جذب، اوكي، فبالتالي قدرنا نسد الفجوه. فدايما التنويع في المنتج السياحي وفتح اسواق جديده ده اهم سورسز للسياحه. دايما بتتكلم على سياحه الاثرياء او ان احنا عايزين نغير الصوره بتاعت مصر، انه دايما في حرق اسعار وفي منافسات شديده في حكايه حرق اسعار، فبيجي لنا الساحل تعبان، وفي نفس الوقت احنا او يعني ساحل ما بيصرفش خالص، وفي نفس الوقت احنا بنضطر ننزل الكواليتي قوي في الاكل وفي كله في كله عشان تعرف تكسب حتى لو حاجه بسيطه. يعني خلينا نتكلم على ده، لانه انا عارفه الموضوع ده، حتى الدوله بتحاربه وعامله حاجه اسمها حد ادنى وكل ده، لكن بنتكلم على سياحة الأثرياء. كنت بتتكلم في لقاء من لقاءاتك عن المراسي، المارينا، اليخوت، وإزاي إنها هتشتغل. الكلام ده أنت عملته ويمكن السنة اللي فاتت، أخباره إيه وصل لفين؟ هو دلوقتي البروجكت شغال، هو بروجكت طبعا اتس ميجا بروجكت، وسياحة اليخوت ده طبعا ده أنت بتتكلمي على سيجمنتس مكان تاني خالص، وشرم الشيخ لقربها من الديستنيشن اللي بتعمل جذب لسياحه اليخوت رائعه، اوكي، ومكانها استراتيجي عالمي. البروجكت شغال كويس جدا اورايت، واي هوب ان ويذن 3 ييرز ان هو يكمل، وده طبعا هينقل برضه شرم الشيخ نقله ثانيه خالص، لان ده هيتعمل يعني مش مرسى يخوت فقط لا غير، ده هيبقى ممشى سياحي عالمي، هيبقى فيه براندات، هيبقى فيه كافيهات، هيبقى يعني رئه ثانيه لشرم الشيخ، لان كل ما الديستنيشن يبقى فيها اماكن للجست غير الدايفنج وغير السفاري، يبقى فيها تنوع، الجست هيحب الديستنيشن وهيجي مره واثنين وثلاثه، وده الايمنج وده التارجت اللي فعلا الدوله بتركز عليه حاليا، ان هو بتخلق كذا ديستنيشن، مش عشان يبقى شرم الشيخ لا بس، هيبقى شرم الشيخ، هيبقى الغردقه، الاقصر، اسوان، نورث كوست الميجا بروجكت اللي حصلت، والاخبار اللي احنا كلنا طبعا العالم طبعا العالمين، واللي حصل السنه اللي فاتت في العالمين طبعا، ده نقله حضاريه تانية خالص،
تانية خالص. وإن شاء الله شرم الشيخ، إحنا هنا في شرم الشيخ برضو عندنا، إحنا عندنا كارول سماحة جاية في العيد الصغير بإذن الله، وعندنا في الإيستر جايبين البوني أم أوريجينال بوني أم من إنجلترا. برضو إحنا لازم نعمل السياحة الترفيهية اوكي، ولازم نعمل ايفنتس. يعني مش بس تكتفي انك عندك طبيعه خلابه وبحر ورمله حلوه، انت لازم تعمل ايفنتس. طبعا طبعا. السياحه دلوقتي بقت صناعه، والصناعه دايما بنلاحظ فيها تطور رهيب وفيها تكنولوجي على اعلى مستوى. السياحه لازم تواكب الكلام ده كله. فالديستنيشن اللي هو مش يتحدث من نفسه ويواكب ويبتدي يعمل سوشيال ميديا ويبتدي يخش بقى على جذب السياحة، لأن الكومبيتيشن صعبة جدا. بس إحنا عندنا مقومات مش موجودة في العالم. عندك من المدن اللي شغالة طول السنة، يعني لو اتكلمنا على الساحل الشمالي، الساحل الشمالي للأسف إحنا بنحاول نخليه يشتغل طول السنة بس لسه مش عارفين نعمل ده. لكن شرم ممكن تبقى شغالة. شرم الحمد لله شغاله طول السنه، وده احنا لاحظناها الفتره اللي فاتت كلها. احنا بالعكس بقى البيك بيريد او الفترات اللي فعلا ابتداء دلوقتي بقت من شهر 7 و8 و9، رغم ان في الكومبيتيتور في منافسه، لكن شرم الشيخ بقت منطقه جذب رائعه. اوكي، نتكلم على حاجه من المقومات اللي خلت شرم الشيخ تنجح، فكره انه الناس كلها متعاونه هنا. يعني رجال الاعمال المحافظة مبدئيا مع رجال عمسات لواء طبعا خالد فودة، مع رجال الأعمال في تعاون جامد جدا جدا. وطول عمري أسمع إن إحنا عايزين نساعد المحافظة، عايزين نقف جنب المحافظة، عايزين نعمل. والبدو من ناحية تانية كان في دايما نوع من الوقيعة كده ما بين البدو وما بين الدولة، يعني طول عمري بيحاولوا يعملوا ده، ويمكن العدو اللي بيحاول يعمله. لكن شرم الشيخ من المدن اللي نجحت انها تعمل التوليفة الحلوة دي، رجال الأعمال مع الدولة مع البدو. فاحكي لنا كده على ازاي قدرتوا تنجحوا بالمنظومة بالمنظر. بصي، هو بصراحة معالي الوزير الدكتور اللواء خالد فودة عنده حنكة رائعة في التعامل مع كل المستويات وخصوصا البدو. اوكي، يعني هو وعمل حاجات كتير، يعني عمل مضمار الهيجن وعمل سباق الهيجن. البدو كان ليهم برضو بصمة كبيرة، عمل مدينة ليهم وعمل بيوت وعمل لهم مدارس ودايما بيدعمهم. في ولاد سافر تتعلم حاجات الأعشاب وطب الأعشاب. بالظبط بالظبط. أصحاب الفنادق بيساهموا مساهمات كبيرة جدا، دايما بيدعموهم. اوكي، في كل المناسبات بيقفوا معاهم. فبقى البدو بقى جزء بيحمي الظهير الصحراوي بتاع شرم الشيخ. اوكي، ف نفس الوقت السفاري والحاجات اللي هي اللي كمان بجانب البحر دي بتقدم دلوقتي. السائح يحب قوي ان هو يعمل سفاري وغيره. طبعا، وفي منتجعات بدويه رائعة السايح بالليل بيحب يروح فيها، صديقة للبيئة. والسايح بالليل بيحب يروح وبيعملوا السفاري، وفي بيعملوا لهم يعني الخيمة البدوية، وبيشوفوا جو هم ما شافوش قبل كده. ما دي برضو ثقافة جديدة بالنسبة لهم. طول عمرهم بيقولوا يعني زمان بيقول لك ان مصر بقى دي يعني فيها جمال وبتاع، لكن لا برضه هم حابين يشوفوا التراث العربي والتراث البدوي، التراث البدوي والتراث العربي. اوكي، فاحنا برضه ساعدناهم. الابناء بتوع البدو بناخدهم بنشغلهم. اوكي، فبالتالي بحصل تقارب ما بين كل الافكار كل المستويات، فده اصبحت في هارموني زي ما بيقولوا، في هارموني في المدينة كلها. المؤتمرات هنا اللي اتعملت يمكن على مستوى المحلي وعلى مستوى مصر، سواء مؤتمرات شباب ومؤتمر شباب عالمي، بنتكلم على كوب 27 بقى، ده مؤتمر دولي عظيم. مؤتمر الصحة اللي عمله في 2019 سيادة اللواء خالد فودة، وان شاء الله هيكرر السنة دي تاني. خلينا نتكلم على انه المؤتمرات دي، انه سياحة المؤتمرات في شرم الشيخ يعني هي واعدة جدا جدا. فكلمنا عن الجزئية دي، لانه الموضوع مش بس قاعة كبيرة ومكان يستوعب عدد كبير من الناس، الموضوع ليه فروع كتير جدا جدا علشان ينجح مؤتمر. بص، السيجمنتس بتاع المؤتمرات ده سيجمنتس مهم جدا 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 جدا. في اوقات يعني احنا حصل عندنا مؤتمرات كان معمول باند على شرم الشيخ من بلاد كتير،
لكن المؤتمرات اللي حصلت، قوة المؤتمرات خلت العالم كله يبص لشرم الشيخ ويجي ويحضره. فلما بيجي بيحضر وبيجي يلاقي شرم الشيخ الأمان اللي فيها، وهو إن هو ماشي وإن هو بيتمتع وجوها والطبيعة بتاعتها. الصبح هو في قاعة المؤتمرات بيحضر المؤتمر بتاعه، بالليل عنده أماكن جذابة يقدر يتمتع بيها وهو ماشي بالأمان خالص، مش يعني كل عناصر الأمان متوفرة. أوكي، فطبعا هو ده بيبقى السفير بتاعنا، بينقل الصورة دي بره. الصورة بتتنقل، هو جاي المؤتمر عشان هدف معين لكن بيرجع يجيب عيلته أو صحابه، بيرجع بيبقى هو سفير لشرم الشيخ إيه اللي هو شافه في شرم الشيخ، فبالتالي الصورة بتتغير. وبعدين دايما في أوقات بيبقى فيها لو سيزون، المؤتمرات بتسد الجاب دي، بتسد الجاب دي. السياحة معروف بالظبط. اه طبعا، والمؤتمرات المحلية انا بقول لحضرتك فبراير كان دايما بيبقى لو سيزون. اوكي، الفنادق اللي هي بيبقى عندها قاعات مؤتمرات واللي هي عندها استعدادات لاستقبال مؤتمرات، الفنادق دي بتشتغل كويس قوي في الاوقات اللي فيه مؤتمرات. انا لسه بقول لحضرتك انا عندي 3 مؤتمرات ورا بعض. مصر بتقدم هدية كبيرة للعالم كله، وهي تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين. وبعد التطوير ده هتكون سانت كاترين مزار عالمي لكل الأديان السماوية. مش بس كده، المشاريع اللي بتتعمل فيها دلوقتي بتجهزها عشان تكون مستعدة للسياحة الدينية والترفيهية والبيئية كمان، وده بداية من تطوير مطار سانت كاترين، تحويله لمطار دولي بيضم صالة ركاب كبيرة تليق بمكانة المدينة. مشروعات تانية كتير زي الفندق الجبلي، الحي السكني الجديد الموجود بالزيتونة، كمان أكيد عدد كبير من المشاريع اللي بتتجهز دلوقتي. بما ان لعبة التسويق بقت لعبة كبيرة جدا وخرجت من اطار التقليدي بتاع ان انا بعمل برنامج او بعمل اعلان سلوجن يقول انه تعالوا شرم الشيخ، يعني الفكرة دي شوية رجعت لورا وظهرت طرق جديدة للتسويق، فحكينا عليها. وخاصة ان احنا في ظل ازمة زي دي، زي ما حضرتك لسه كنت بتقول من شوية، الموضوع برضو قرارات سياسية اكتر منها او نوع من الضغط الاقتصادي اكتر منه انه احنا في خطر، لان جنوب سيناء بعيد تماما، شرم الشيخ بعيدة تماما عن الاحداث. فخلينا نتكلم على طرق التسويق المختلفة اللي بيها ممكن من خلال بورصة، من خلال معارض، نعمل دعاية لشرم الشيخ. وخاصة احنا بنتكلم انها ديستنيشن، مش بتقول انها مصر، انت بتقول شرم الشيخ، بنقول الاقصر، بنقول الغردقة. مظبوط مظبوط. بص طبعا هو التواجد في كل المعارض السياحية العالمية ده تواجد أساسي، لازم نبقى موجودين، لازم اسم شرم الشيخ يبقى متواجد. أوكي، وكل الديستنيشن بتاعت جمهورية مصر العربية لازم تبقى موجودة في كل المؤتمرات، في كل السياحة. يعني دلوقتي في بلاد كتير جدا، في بلاد زي صربيا، في بلاد زي كازاخستان، كل البلاد دي، كل دي أسواق جديدة. ليه؟ لأن إحنا ابتدينا نعمل روتشو، ابتدينا نعمل روتشو إن إحنا بنجمع الشركات وبنروح طالعين الديستنيشن وبنعمل روتشو وبنجيب الريتيلرز الشركات اللي موجودة في البلاد دي وبنشرح لهم المنتج السياحي بتاع شرم. الكالندر بتاع يعني الصين، عام الصيني كان السنة الشهر اللي فات، وكمية سنين نزلوا مصر كانت تقريبا أعتقد على مستوى العالم، لأنهم مليار و400. يعني سون في برلين طبعا الاي تي بي، أوكي سون الاي تي بي، بعديها في الاي تي ام اللي هي عرب ترافل ماركت دبي طبعا، وده بقى رابع اقوى ملتقى سياحي على مستوى العالم. هو طبعا نمبر 1 معروف ان هو اللي هو دبليو تي ام، اوكي طبعا اللي هو في انجلترا، لكن
بعديها بيجي برلين، بعديها بيجي ممكن روسيا، بعديها بيجي دبي. دبي دلوقتي طبعا كمان فكرة احنا ندرس الكالندر بتاع البلاد، يعني شعوب زي الصين عندها اجازة فترة كذا، شعوب زي الالمان عندهم الاجازات مثلا بتاع برلين معه طبيعة كل بلد جنسية. الصين ده بيحب الكلاسيك، يبقى انا اركز عايز الاثار عايز الايه اوكي فاركز معاه. في بلاد مثلا كثيره بتحب السياحه الشاطئيه، احنا لسه في زياره عندنا مع معالي الالمان اكتر في الغردقه عن شرم الشيخ، يعني نفس يعني دي حاجه غريبه جدا، انا دايما اقول اعملوا عليها بحث. الالمان في الاول كانوا شرم الشيخ، خد بالك الالمان برضو عندهم حته كده اللي هو يعني يحبوا الهدوء بشكل عام، مش عايزين بقى روس ومش عايزين اوكران. بالظبط هو المين. وبعد يعني احنا عملنا دراسه جامده جدا ورحنا وزرنا وجبنا بي ار كومباني، شركات بي ار في المانيا اوكي، عشان نحاول نرجع الديستنيشن والسوق الالماني شرم الشيخ تاني. كان الريزلت وكانت النتيجة اللي اتقالت لنا عشان الروس، طبيعة الروس والألمان ما بيجوش مع بعض بالظبط. فالسايح رغم ذلك ما هو برضو الغردقة فيها روس، بس هو حصل ايه؟ حصل تجانس ما بين كتير جدا من ألمان اتجوزوا من الغردقة اوكي، وفي ناس كتير جدا عاشت هناك، فبقى في زي يعني تقارب ونسب من ضمن برضو. ولا هل الشركات او الوكلاء شاطرين في انهم يعملوا دعايه كويسه للغردقه؟ بالعكس شرم الشيخ، ما انا بقول لك في حضرتك شرم الشيخ في الاول كانت المان وطلاينا وانجليز اوكي، لكن لما السياسه دخلت في السياحه والسياسه لعبت دور، فبالتالي احنا اضطرينا نشوف اسواق جديده. حضرتك طبعا تقصد سياسه قراراتهم هم في حاجات، قراراتهم هم مش قراراتنا احنا اوكي. بالظبط بالظبط، فلازم احنا نتجه ونفتح اسواق جديده، ولازم نشوف اسواق جديده. وان السوق الروسي والسوق الاوكراني في وقت من الاوقات هم اللي انقذوا السياحه في شرم الشيخ، دي لازم نعترف بيها اوكي. دلوقتي يعني حضرتك في السؤال بتاع حضرتك اجاوبك، التسويق دلوقتي وطرق التسويق بقى في حاجات كتير جدا. طبعا الاونلاين دلوقتي، وان كل اوتيل بيعمل الويب سايت بتاعه، والويب سايت بقى من اهم، خلاص كل العالم دلوقتي بقى قاعد في البيت بيخش على محركات البحث دي. ادوس على شرم الشيخ الاقيها لايف في سوهو، الاقي لايف في نعمه باي، وابقى شايفه الناس وهي بتتحرك. انا الفكره دي او في البورصه او في معرض ابقى بدوس، يجي الجست نفسه يدوس. بيحصل الكلام ده في المؤتمرات العالمية، بيحصل بيبقى فيه لايف سكرينينج، بيتعمل لايف بيبقى موجود فيه لايف سكرينينج، بيطلع لايف من شرم. بالظبط ده دور هيئة تنشيط السياحة، ده دور كبير بتاع هيئة تنشيط السياحة. مش ممكن رجال الأعمال كمان يتدخلوا فيه انه الأوتيل بتاعه يبقى موجود على الشاشة على طول؟ خلال برنامج حضرتك انا بقى ناشد بحاجة، وبقى ناشد فعلا مدينة شرم الشيخ لازم يبقى ليها بورد من رجال الأعمال الجديين، ودول موجودين في شرم الشيخ. لو اتعمل بورد من رجال الأعمال ان هم دول ياخدوا يسوقوا مدينة شرم الشيخ، ويحطوا البلان والكالندر، ويحطوا هاو تو يعني يعلنوا عن مدينة شرم الشيخ، اللي حضرتك بتقولي ده كله هيتعمل. اللايف سكرينينج هيتعمل شرم الشيخ الان دي، فانه بيتعمل بلا مقابل وبلا اغراض اخرى، غير انه هيبقى في النهايه انه البلد بحالها هتستفيد. يعني انا فعلا بناشد من البرنامج عمل كل مدينه سياحيه زي غردقه شرم الشيخ الاقصر يبقى ليها بورد من الانفسترز، من المساهمين، من الاونرز بتوع الفنادق، مع ورجال الاعمال عندها استعداد، وعندها استعداد انها تعمل ماركتنج، لان الماركتنج هو اساس كل حاجه. احنا من غير يعني يوم في جديد شرم الشيخ اللي حصل، الماركتنج اللي حصل في شرم الشيخ اوكي هو اللي وصل شرم الشيخ للمكانه العالميه دي.
المؤتمرات العالميه، مؤتمر الشباب، مؤتمر الكوب 27، المؤتمرات اللي حصلت قبل كده، الخدمات المقدمه في البلد بتخلي الجس يرجع. لان انا ممكن يبقى المؤتمرات وابقى متخيل حاجه واجي لما اشوف الاقي الدنيا غير، لكن الناس هنا بترجع علشان الخدمه مقدمه، علشان هو فعلا ماشي في الشارع زيه زي المواطن المصري. دايما يقول لك ايه، احنا بنحط السائح في بابل كده، نعزله في اتوبيس عشان ننقله من مكان للتاني في بعض الاحيان. لكن ايه لو شرم الشيخ؟ شرم الشيخ الجس بيتحرك فيها بقى. شرم الشيخ الجس بيتحرك فيها توتالي فري، اوكي، من ساعه ما بينزل في المطار لحد لما يرجع المطار هو بيتحرك ماشي عادي بحريه، وحضرتك بتصوري وشفتي ما فيش حد بيعمل باي شد عقله، لا هراسمنت، لا لا لا، يعني الموضوع ده قل تماما 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 تماما، لان بقى في توعيه، بقى في توعيه لاهميه السائح. السائح ده اتس تريجر، ده كنز. يعني انا بقول ان احنا في ازمه، وكلنا يمكن حسينا بيها، ازمه الدولار. ليه؟ عشان عائدات السياحه نزلت، اوكي، لكن طبعا طبعا لما كان في سياحه ده منتج بيصدر للعالم، احنا ده الحاجه القليله اللي احنا بنصدرها للعالم. اوريدي عندي كل مقومات النجاح للسياحه، فايه اللي ينقصنا؟ براندنج وماركتنج، ده اللي ينقصنا في شرم الشيخ، وده اللي ينقصنا السياحه في مصر عامه. انا معاك ان في نواحي سياسيه بحته بتاثر على السياحه، اوكي، لكن بالمقومات اللي موجوده عندنا، بجونا اللي موجود بتاعنا، لازم تبقى طوله مختلفه، بحيث ان انا لازم نخرج في المعرض يقول لك في حاجات معينه بيعرضوا، يقول لك مثلا كمان 3 سنين هتحصل، 3 سنين يفضل يعملها دعايه قبلها 3 سنين ان في حدث معين هيحصل مثلا في السعوديه، في حدث معين هيحصل في كده، ويفضل طول الوقت يعملوا دعايه، فوقتها يبقى تمام. هو طبعا ده بيتطلب مبالغ ماليه ضخمه جدا، بيتكلم بادجت، انت محتاجه بادجت، بس البادجت ده هيرجع لك ان ريتيرن اضعاف اضعاف اضعاف. يعني احنا شفنا كل اللي دلوقتي مثلا السعوديه وليالي الرياض، احنا شفنا قد ايه الملايين اللي بتتصرف، بس احنا شفنا دلوقتي كمان ان السعوديه بقت one of our competitor دلوقتي، يعني احنا ابتدت اوكي، وفيري سون احنا يعني هيبقى في بروجكت جنبينا هيبقى كومبيتيتور يعني قوي ومنافس قوي. فاحنا لو ما استعدناش للكلام ده لازم نستغل المزايا اللي عندنا، الهوية المصرية اللي مليانة حضارات، الاثار بتاعتنا لو دخلت لازم تتعشق مع الشاطئي وغيره، لازم نستغل المقومات اللي عندنا، الشخصية المصرية في حد ذاتها بكل مقوماتها اعتقد دي مش موجودة في العالم. احنا لازم بالظبط، احنا شعب بطبيعتنا، الشعب المصري بيسموه الشعب المضياف، عندنا الهوسبيتاليتي، واحنا فيري اهل الكرم، اوكي، لازم ده نفخله بايه بقى؟ بثقافه السياحه، ان الطفل وهو صغير لازم اديله سبجكت في المنهج الدراسي، ايه اهميه السياحه للدخل القومي للدوله. فلازم مادة السياحة دي لازم تدرس من الطفل عشان يطلع مستوعب ايه أهمية السياحة. احنا لما بنسافر برا سؤال الولاد بشكل ظريف، يعني ما تبقاش مادة تقيلة ليها أرقام كده، يعني خلي الولاد تعرف كل حاجة في مصر، ما يبقاش شرم الشيخ والغردقة والأماكن الرائعة بتاعتنا دي، يخلينا نتوسع نروح دهب ونروح يشوف سيوة ويعرف بلده والآثار الموجودة في بلده دي، هتفرق طبعا 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 طبعا. كل ما لأن دلوقتي انت لما حضرتك بتسافري بره وبتتكلمي عن مصر وبتتكلمي على كم ده كده، ما انت حضرتك سفيره لمصر، اوكي، البرنامج بتاع حضرتك ده من برنامج رائع، لانه ايه، بيقدم مصر باجمل صوره، وبيظهر مصر وبيظهر الاماكن السياحيه باحلى صوره. ده لو اتنقل بره، ليه ما يتنقلش بره؟ ليه احنا بنعتمد ان احنا كلنا على المنتج المصري يتنقل يبقى داخلي فقط لا غير؟ لا، احنا لازم نخرج للعالميه، احنا لازم نخرج للعالميه. عايزين قناه سياحه بقى، عايزين قناه سياحه بس تكون موجهه للخارج. يا ريت يا ريت، احنا عايزين ماركتنج قوي قوي قوي. ارجع واقول يعني مليون خط تحت كلمه ماركتنج.
انا بشكرك يا مستر رامي، وانا عايزه اقول ان احنا مش بنقلع على شرم الشيخ، لان شرم الشيخ طول ما اهلها متماسكين وفاهمين هما بيعملوا ايه كويس ومفيش بينهم خلافات، ان شاء الله اي ازمه هتعدي وهنرجع نسمع ارقام بقى 100 و105% اشغالات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا، ميرسي قوي، وشرفتوا ونورتوا شرم الشيخ.